نحييكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة التي نحتفي بها باليوم الوطني العماني 50. مشاهدينا، عمان عنوان للأصالة وحديث التاريخ ولغة الحضارة، من مسقطها إلى صلالتها إلى مسندمها. مجان، مزون، عمان، كلها أسماء ضاربة بأعماق التاريخ. ما زلنا في إطار الحديث عن تاريخ العلاقات العمانية الإماراتية، وينضم إلينا عبر الاتصال المرئي من سلطنة عمان الشقيقة الأستاذ سالم الجهوري، وهو صحفي ومحلل في الشؤون الدولية. مساء الخير أستاذ سالم، وكل عام وأنتم بخير. مساء النور، وأهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم، وأنا سعيد أن أكون معكم في هذه الفقرة. ونحن كذلك سعيدين، وهذه تهنئة نزفها إليكم من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتفي وتشارك سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيوم النهضة بيومها الوطني 50. ماذا تقول في هذه المناسبة أستاذ سالم؟ شكرا جزيلا، التهنئة متبادلة. شكرا في البداية على تهنئتكم، وهذه تهنئة يعني نقدرها كثيرا، وأيضا نبادلكم التهنئة بالعيد الوطني الذي سيحل بعد أيام من العيد الوطني في عمان، ونهني قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهذه المناسبة، ونتمنى أن يعمل البلدان على استقرار المنطقة وازدهارها في كافة النواحي، ونامل أن يكون هناك تقارب أشمل بينهما في السنوات القادمة بفضل القيادتين المدركتين الواعيتين لكل الأخطار التي تحيط بهذه المنطقة وبدولنا. صحيح. تشترك دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة بالعديد من المقومات الثقافية، منها الاجتماعية والاقتصادية كذلك، تتلاقى من خلال العديد من العناصر كاللغة، الدين، التراث. حدثنا أستاذ سالم عن نقاط التلاقي المشتركة فيما بين البلدين الشقيقين. هناك جزءان في هذا التلاقي. هناك الجزء الأول وهو التلاقي ما قبل 1970، وهناك التلاقي ما بعد 1970 من القرن الماضي. التلاقي الحديث يتمركز حول الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والسياحية والرياضية. أما التلاقي في الجزء الأول، وهو الجزء أنا في نظري الأهم، الذي كان يجمع الشعبين في إقليم واحد. كما تعلمون، هذه المنطقة كانت هي منطقة واحدة، واشترك الجميع في صياغة هذه المنطقة، وكانت كما تفضلت في الجوانب الثقافية والاجتماعية، وأضيف إليها الجوانب الثقافية، وكانت هذه يعني العناصر المشتركة هي التي كانت تجمع الشعبين، يعني الذي يجوز أن نقول بأنهما شعبين في إقليم جغرافي واحد استطاع أن يتعايش معا منذ ما يقارب. نعم. استطاع الشعبين أن يقوما بدور مهم جدا في المنطقة. وخاصة في ما قبل الإسلام، وكان لهما أرث مشترك، وحتى اليوم نشهد الكثير من الاكتشافات الأثرية في البلدين، وكلها متداخلة، وكلها كانت تتحدث بلغة الدولة الواحدة. كما حدث في الأراضي التي هي الآن الإمارات العربية المتحدة، وفي أيضا الأراضي العمانية. هذا دليل قاطع ودليل كبير جدا على أن الشعبين عاشا في هذا الإقليم متآلفين، عاشا متحابين، وعاشا أيضا تحت قيادات استطاعت أن توحدهما طيلة القرون الماضية. خلال يعني فترة ما بعد الإسلام اشترك هذا الشعب، أنا في نظري وما زلت أقول بأنه الشعب الواحد في هذين المكانين. صحيح.
في الفتوحات الإسلامية التي انطلقت إلى أدغال أفريقيا، إلى الساحل الشرقي بدءا من الصومال وحتى حدود أيضا جنوب أفريقيا ومدغشقر وجزر القمر. وهناك هذه السمات أخي الكريم تجدها لهذا الشعب المشترك في هذه الدول التي الآن تقسمت إلى ما يقارب من 11 دولة. هذه الإمبراطورية التي كانت تعيش في كنفها الآن تقسمت إلى ما يقارب من 11 دولة في الشرق الأفريقي. هناك أيضا الفتوحات العمانية، أنا يعني أتحدث عن فتوحات الإمبراطورية العمانية. نعم. التي تشمل عمان وتشمل الإمارات وتشمل أيضا الإقليم أيضا الشرقي من الجزيرة العربية وإلى حدود مملكة البحرين. نعم. ساهموا في نشر الإنكا وإسيا، ثم وصلت هذه الإمبراطورية إلى الصين، وهناك لديهم آثار موجودة من مساجد ومن جاليات عمانية مستقرة حتى الآن في جنوب الصين في غوانزو وفي بعض المدن الصينية، وما زالت هذه الأسر تمارس التجارة وتتواصل مع الوطن الأم إلى اليوم. هناك أيضا في الشمال لو نظرنا إلى الحدود الشمالية ناحية إقليم باكستان وإقليم أيضا إيران، وكان لهما أيضا أراضي ما وراء البحار، ثم امتداد هذا التاريخ إلى البصرة وإلى العراق وكذلك إلى الشام، وشاركوا في فتح أيضا قاهرة المعز عندما يعني تم عندما طلب عمر بن الخطاب بفتح القاهرة. وأيضا استطاعوا أن يعني يتمددوا في المنطقة بشكل كبير جدا. إذن العديد من الشواهد التاريخية كما تفضلت وذكرت. نعم. أستاذ سالم، يعني كذلك مرت منطقة عمان في الحقيقة بالعديد من المراحل التاريخية بحكم موقعها الجغرافي، كانت مطمع للعديد من الغزاة. حدثنا عن أبرز هذه المحطات التاريخية والتي أسفر عنها هذا التعاون المشترك فيما بين الشعب الواحد كما تفضلت ووصفته. نعم. الشعب الواحد استطاع أيضا أن يعني أن يتخلص من الاستعمار البرتغالي الذي وصل إلى المنطقة في ألف ما يقارب 506 إلى 1655 ما يقارب 155 سنة عاش الاستعمار البرتغالي في المنطقة، سيطر على سواحل عمان والإقليم العماني حتى شمال الخليج. هذا الشعب الواحد استطاع من خلال اليعاربة ومن خلال أيضا القواسم أن يشكلوا قوة بحرية كبيرة جدا، استطاعوا طرد البرتغاليين من كل المواقع التي تمركز فيها بدءا من جلفار وهي رأس الخيمة، ثم امتدادا إلى كلبة وخورفكان وإلى الفقيرة وإلى صحار وكذلك مسقط وقريات وطيوي، إضافة إلى صور ثم إلى السواحل الأفريقية. أنا في نظري أن هذه الحملة الوطنية للشعب الواحد استطاعت أن تدحض هذا الاستعمار الذي جاء ليبقى في المنطقة نظرا لتحقيق أطماعه البحرية واستغلال الثروات واستغلال الموقع والتحكم في تجارة الشرق التي كانت تأتي من الهند ومن الصين. وكانت هذه الإمبراطوريات التي انطلقت من أوروبا منها البرتغالية والهولندية كما ذكرت الدكتورة قبل قليل والبريطانية، كلها كانت تريد أن تضع قدما لها في المنطقة. هذه الأمم هي لوحدها تصارعت على هذه المنطقة وكانت صحيح. دائما الغلبة لمن هو لديه الأسطول الأكبر، لكن الأسطول العماني الموحد في الساحلين الشرقي والغربي استطاع أن يقهر هذا الاستعمار الغاشم، هذا الاستعمار القميء، هذا الاستعمار الذي يعني قتل في أبناء الشعب الواحد وعذبهم، واستطاعوا أيضا أن يطردوهم إلى رأس الرجاء الصالح طردة مذلة وكذلك من السواحل. نعم. الغربية للهند. نعم صحيح. مجلس التعاون الخليجي، ننتقل إلى يعني حقبة زمنية أخرى كذلك مهمة جدا، ألا وهي تأسيس مجلس التعاون الخليجي اللي جاء ليشكل منحنى آخر يقف أمام تحديات المنطقة. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كذلك وجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراهما يعني كانا من مؤسسي هذا المجلس وشهدا ولادة هذا المجلس. حدثنا عن هذه المرحلة المهمة كذلك.
هو للتصحيح أخي الكريم، يعني هما كان من أصحاب الفكرة وأصحاب نعم. المبادرة. صحيح. جلالة السلطان كانت لديه اتصالات بعد أن انتهت حرب ظفار التي يعني ركزت فيها الحكومة العمانية كل جهدها العسكري والمالي، وكانت حقيقة دولة الإمارات وأشقائنا هم الذين أيضا كان لهم دور المساند في ذلك الوقت. تبلورت فكرة موضوع مجلس التعاون الخليجي وبدأت مشاوراته، يعني كانت كفكرة بينية ثم انتقلت إلى العلن في 78، ثم طرحت بعد ذلك على أصحاب الجلالة والسمو في دول مجلس التعاون. ثم اقتنعت هذه القيادات وبدعم من السلطنة وبدعم من القيادة الإماراتية بأن تكون الدول الست تحت مظلة واحدة. هذا التعاون اليوم هو الذي استطاع أن ينطلق في 21 مايو 1981 من العاصمة أبوظبي في ضيافة المرحوم الشيخ زايد. صحيح. استطاع هذا المجلس أن ينطلق، وقد راهنت الكثير من الدول ومن المراقبين على أن هذا المجلس سوف يسقط في بضع سنين، لكنه استطاع الصمود فيما يعني بقي وحيدا من بين 3 مجالس نعم. عربية شكلت بعد ذلك على غرار هذا المجلس. صحيح. هذا المجلس بقى حتى الآن، والآن يلامس ما يقارب 40 عاما من عمره، نتيجة لعدد من العناصر. أولا هذه القربة بين نعم. القبائل المتداخلة، القربة الأسرية، القربة التي تربط الجميع بين دول مجلس التعاون كعائلة واحدة. صحيح. التشارك في عدد من القواسم المشتركة التاريخية والأدبية والتراثية. صحيح. وكذلك الأمنية والعسكرية، كل هذه القواسم هي التي رسخت مجلس التعاون. نعم. ولكن بهذه المناسبة أود أن أقول بأن مجلس التعاون يحتاج إلى بعض المراجعة وإلى بعض التطوير. نعم. ونأمل أن يكون هناك تعاون أكبر، لا أن يجب أن نتقدم إلى الأمام خطوات، لا أن نتأخر خطوة، يجب. صحيح. أن يعني نستمر وأن نعالج الصعوبات التي تواجهنا. صحيح. ويجب أن يعود مجلس التعاون بنفس الحيوية وبنفس الأسرة الموجودة، لأنه المصير. صحيح. الأوحد المشترك. لا شك. لهذه الشعوب، إلا بقينا متفرقين وضعفاء أمام. صحيح. الأطماع الخارجية. أشكرك في الحقيقة في الختام على يعني هذه كذلك المداخلة وهذا الاتصال المرئي، الأستاذ سالم الجهوري، صحفي ومحلل في الشؤون الدولية من سلطنة عمان الشقيقة، شاركتنا اليوم في هذه الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني لسلطنة عمان. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. وكل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلام. في عمان وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. الله يحفظكم. حقيقة إن البلدين يعني يتقاربان في أمور كثيرة. الحمد لله. ويتشاركان في الحمد لله. في كل شيء. الحمد لله. شكرا جزيلا لك.